المعارض السعودي السابق كساب العتيبي يكشف خفايا التآمر القطري ضد بلاده. العتيبي روى كيف كان مقدمو البرامج في الجزيرة يحرضونه على مهاجمة السعودية في أيام التفجيرات في 2003 أيه. وكان يقول جمال ريان، يقول افتح النار عليهم، شد عليهم، يعني كان موقفي ضد العمليات الجرامية، سميها جرامية فيجعلون، يقول ليش أنت يا زلمة مش معاه، يعني أنت معارض. العتيبي كشف تمويل النظام القطري للمعارضين المزعومين للسعودية. كان يأتي شخص من قطر آن معروف اسمه الشيخ حمد بن ثامر، حمد ثامر حق الجزيرة، حق الجزيرة أيوة. نعم، ويذهب إلى لندن بشنطة ويعطي يسلم الفقيه 300,000 جنيه استرليني كل 3 شهور. إغراء المعارضين بالمال حقيقة أكدها الداعية السعودي عائض القرني الذي حاولت قطر استقطابه في السابق. بقدر ما تبتعد عن الدولة عندنا فأنت محبوب ومحبذ عندهم، أنت سيد ثمين، ولذلك عرضوا أعطوا الجنسيات وأعطوا مال. العتيبي لخص رحلته المؤلمة في الغربة حتى عودته إلى حضن الوطن. قطعا اجلس في بلدك، خليك في ديرتك، والوطن ثم الوطن ثم الوطن. أنا الحمد لله الآن منسجم مع وطني في معارك وطني في الصميم بكل وجدانية بكل عفوية، لأني وصلت إلى أجمل قناعات وصلت إليها أن الوطن خط أحمر، القيادة خط أحمر، واللي ما له وطن ليس له وجود، ليس له كرامة، ليس له شرف، ليس له أرض.